2005 الحمد لله تزات عندي بنتي مريضه من كرشي، تزات نبوله تحت البوط وداروا لها الاطباء عمليه على النبوله دخلوها ليها، وعاوتاني ملي دارت 8 سنين عاوتاني داروا لها عمليه زيروا ليها النبوله ديالها، ودازت الامور الحمد لله مزيانه. ولكن ان شاء الله ملي دارت 12 عام داروا لها هذه العمليه دي في شهر 10 في 2016، خداو لها المصران ديالها وكبروا به النبوله حتى عندها النبوله قد البيضه ما تتكبرش، وداروها ليها والحمد لله. ولكن المشكل انه هي تتبول حشاكم من التحت، فويت عندك دير لي كوش وكتبول عاود من بوطها، يعني جوج فويتات. ودابا الحمد لله استاشرت مع واحد الطبيب ديالها اللي دار لها العمليه، ودابا استاشر مع الناس في دبي ولقى لي الحل الحمد لله، وقال لي دير لي واحد الراديوات وان شاء الله غادي نديروا ليها نبوله اصطناعيه الا كان ممكن. ولكن المشكل ديالي ان الماديه ديالي ما تسمحش لي باش ندير هذه العمليه. ودابا درت نداء على الله وعسى المحسنين اللي بغاو يساعدوا لي بنتي ويتكلفوا لي بهذه العمليه، الله يجازيهم بخير، لان مشكل ديال التكاليف ديال التيوات غاليين عليا بزاف. انا ما نويتهمش غيكونوا 1600 التيو، يعني بزاف، كل 3 ايام 40 خاصني نحضر ليها هذا، وباها هي سيكوريتي يعني 40000 ريال في الشهر في الكرا وفي المعيشه والدواء وداكشي ما مسلكاش، حابسه القرايه ديالها لان حتى الميكروب دابا اللي مكوله في النبوله ديالها ما كيساعدهاش. دابا عندي كل 10 ايام 15 يوم الا جلست في الدار خاصني نمشي ندي ثاني تنعس في السبيطار. ودابا حاليا الحمد لله عندي شي راديوات شويه غاليين وما صبتش باش نشريهم، وحتى الدواء اللي نتبعو له دابا حتى هو ما صبتش باش نشريه، وكنتمنى من المحسنين الا ساعدوا لي بنتي الله يجازيهم بخير، الله يسهل عليهم في هذا النهار ويعتبروا دعاء راه بنتهم، وكنتمنهم يشوفوا الحاله ديالها ويحنوا فيها. وهي باغا تقرا، ودابا المشكل حتى من الدراري عقدوها في حياتها، ملي تتم غادا في الطريق مسكينه كيهبطوا لها حشاك السروال ديالها وتيقولوا لها تدير ليكوش، وتا هي زاد تعقدت لي قالت لي انا صافي المدرسه مابقاش نمشي ليها. دابا ولات عندي عقده مع هاد الاحياء الشعبيه ما كيرحموناش حنايا. دابا راه اغلبيه ديالها عايشه مع هكايا هنايا في البيت، ولا خرجت للسطح حشاك عندنا واحد الكلب ديال باها كتبقى تتلعب معاه، صافي ديال الحياه ديالها فكتمشي. كنتمنى من المحسنين يعاونوني ونحيت انا اللي كوش نولي بحال البنيات، تانا نولي مسمى مدرسه بحال البنيات. وانا كنتمنى من المحسنين يعاونوني نولي بحال الدريشه ومشي المدرسه، حتى انا كنبغي نلعب وكنخرج كنت الدراري كيعقدوني. لكن انا كنتمنى من المحسنين يعاونوني ونحيت انا ليكوش.